السلام عليكم الإخوان. اليوم إن شاء الله تعالى توضيحات في هذا الأمر ديال العملات النقدية. فالناس يعني كيتواصلوا معايا على أساس العملات القديمة أو العملات النقدية. جمعت في هذا الفيديو مجموعة من القطع النقدية النادرة والممتازة والجيدة، جمعتهم في هذا الفيديو هذا باش الناس يكونوا على بينة ويعرفوا العملات اللي ذات قيمة تاريخية وحتى ذات قيمة مادية. اما بالنسبه لدوك اللي كيحطوا بزاف ديال الفيديوهات اللي كتيقهم على راسك، لا ما نقول كيحطوا فيديوهات وكيحطوا فيهم 4000 جديده و100 درهم جديده، هذوك ديال محمد السادس كيحطوهم يقول لك تواصل معنا راه كتباع ب 6 المليون، ومن الكلاخ ديال الناس كيتواصلوا معاهم وكيتواصلوا معايا حتى انا كيقول لك بصح واش 100 درهم في هذا الملوك كتباع ب 6 المليون. يعني ما فهمتش انا هذا الانسان اش عنده في المخ، واش عنده بطاطا ولا شنو عنده؟ واش 100 درهم باقي متداوله والبنكه عامره بها وباغي تبيعها ب 6 المليون؟ واش عنده مخ شي عقل؟ ولكن في السيف يعني الطبقه السياسيه والمنتخبين الى لقاو بحال هذا الجهل بحال هذه الاميه وبحال هذا الكلاخ، يعني فعلا غيديروا ما بغاو. باش نكون واضحين، ان كتشوف الانسان كيكتب كيعرف يكتب كيعرف يقرا ولكن ما عندوش الوعي، الوعي زيرو. فجمع القطع النقديه هوايه والبيع ديالها، كنقولها ديما البيع اللي بغى يبيع العملات النقديه ما يقلبش في الفيسبوك، قليل 1% تلقى شي واحد ياخذ عندك. باغي تبيع عملات نقديه سير اخويا الايباي وحط الكونت ديالك وحط البياس ديالك. راه العملات النقديه كاين كتباع بثمن، كل واحد شنو خصو، كاين هوات، كاين اصحاب متاحف، كاين الناس ديال الدومين، ماشي الناس اللي كيهضروا، الناس ديال بلا بلا. انا كنعطي نصائح بهاد الامور، بان لي شي بياسه كناخذها.